من الكتاب والسنة وما ثبت عن الأئمة الأربعة في العقيدة في صوفية بجاي بر الحلقة وشلة بتاع التكفيرين ثلاثة بهنا مربين شعر برضو لافين بغادي وحميد الصوفي داك برضو لافي بهناك فهمت؟ دل كلهم شغالين بيفكوا في شبهات ضد هذه الدعوة. فأول حاجة أنا بقول لك المنهج السلفي والدعوة اللي احنا بنقدمها لك دعوة مبنية على أدلة، يعني مهما انت تكورك وتعمل جوطة برا ده ما بأثر على الدعوة، أفهم؟ ده أصلا ما بأثر على الدعوة. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني احنا لما نجي نقول لك، تخيل معي لما نجي نقول لك ما بيجوز تدعو غير الله، ما بيجوز في الشريعة الإسلامية، المسألة دي مش على أدلة من الكتاب والسنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والمولى سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني أضل مخلوق هو الذي يدعو من دون الله أحدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. زيد البتاعة دي، زيد على حاجة. طيب فأي دعوة وكلام نحن بنقوله لك هنا مبني على أدلة من الكتاب والسنة. حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أي ناس الحديث ده دخل فيه برأي ولا دخل فيه ولي صالح؟ والصالحين الجد الصالحين بالجد في الحديث ده ما بخشوا، إذا سألت تسأل الله ولا الصالحين ذاته. خلي البرعي ده ما صالح، عشان انا اكلمك ما صالح ده، والكباشي ما صالح، والصائم ديما ما صالح، ده ما صالحين كلهم، ده الفاسدين. لانه اول علامه من علامات الرجل الصالح، اول علامه انت تاخذها معاك لما تقرا الايه في سوره يونس، ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا. دي اول صفه من صفات الرجل الصالح. انت لما تجي تطالع كتب البرعي احنا ما بنفتري عليه، ما كذبنا على زول، ما افترينا عليه بالباطل. اقرا كتب البرعي شوف هو حقق الكلمه دي ولا ما حققها. ربنا قال الذين امنوا وكانوا يتقون. الايمان ده من اوجب ما يدخل في الايمان ان تؤمن بان الله عز وجل هو الخالق. دي مش من الايمان. في انسان مؤمن بالله وما مؤمن بانه الله هو الخالق لوحده، ممكن يكون ده مؤمن؟ ده ما مؤمن بالله. فهمت كلامي؟ وكون ربنا بيخلق وحده، ربنا وحده اللي بيخلق، دي معلومه كان بيقر بها المشرك الاول. اول مشركين حاربوا النبي والحرب دارت معاهم سنين، ديل كانوا مؤمنين بالمساله دي، المساله دي كجزء من جزئيات العقيده كانوا مؤمنين بها، لانه ربنا قال ولئن سألتهم سورة الزخرف. لكن الصوفي ما فاضي يقرا لك الكلام ده، ما فاضي يقرا الزخرف. الصوفي كل موضوعه فهمتها تمشي تتبرك بالشيخ، تسيف تراب الشيخ، يدق نوبه يرقص فيها سرتي وحرتي، جابوا الفجل وجابوا البامبي وفتح بالكي وجابوا الحلسي وتحتوا البامب، ده موضوع الصوفي. يعني هسه حلقتنا دي لو نحن جبنا نوبه وقفنا الايات وقفنا الاحاديث وجبنا لنا طار هنا ونوبه وكشكوش ودقيناه في المحل ده، الصوفيه بدوك من جوا السوق ده جنا، كت بدوك في المحل ده هنا، يقول لك يا سلام الايمان
الإيمان شنو دي النوبة؟ ده ما إيمان هنا، فهمت كلامي؟ فأنت أفهم إنه الآية دي شان تتحقق في زول يكون شان يكون صالح لابد تتحقق الآية دي. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أقرأ كتاب البرعي، ما أنت ما تغالط نار ساي، والبكورك برد ما جاهل ما عنده معلومة، ما تغالط نساي. أقرأ الكتاب بتاع البرعي، كتاب اسمه ليك سلام مني. مش ربنا هنا قال الخالق الله في الآية، مش الخالق الله، ربنا سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، مش الخالق الله. تعال شوف في كتاب بتاع البرعي عشان انت تعرف الحقيقة. في كتاب البرعي ليك سلام مني بيقول مصطفى عركينة، قال ده ولي صالح طبعا، جيبوا لك بالموسيقى الجماعة اللي بتطوطحوا ديلك فرقة الصحوة، تلقاهم بتطوطحوا كده والصوفي بكون بيرقص وما فاهم الكلام اللي جوه ده شنو. مصطفى عركينة بتطوطح مع ود علي المكروم، اها، وتت الفلاتي. فلاتي دونقلاوي ده ما قضيتنا نحن، هو قال ده فلاتي، انا ما عندي مشكله مع الفلاته. قالوا تت الفلاتي، مالو تت الفلاتي ده؟ القلب العود مفهوم. البرعي ده شرحها، شرحت انا ولا شرحه؟ شرحها براو، شرح البيت ده. قلب العود مفهوم. قال جاته واحده من النسوان بتاعتنه، قالت له انا دايره لك خادم تخدمني، مش مفترض يمشي يشتري لا خادم، زمان بيشتروه من السوق، هسه ما في خادم بيشتروه، زمان بتمشي تشتري خادم عشان تخدم. قالت له دار لي خادم تخدمني، قال لا خلاص الحوار، قال روح معي الحوار بتاعه، دار يجيب لا خادم من الغابه، الغابه دي فيها تمرد، ايش اللي بعرفه انا؟ في تمرد في الغابه، ما في حاجه اسمها خادم في الغابه. طوالي قام شو بتعرف؟ ساق لك الحوار بتاعه، قال لها راح نمشي هناك، جاي في غابة بهنا نمشي نجيب لها خادم ونجي. شال الحوار، شال له معاه توب وشاف الفرار، مشى الغابة بهناك قطع عود، بعد ما قطعوا فرشوا في الواطة العود، فرشوا الشيخ قال مسك السبحة بتاعته وشغال بيجرد فيها سرتي يا دايم حرتي، شغال بيجرد في السبحة بتاعته. بعد شوية قال ضرب العود، العود ده مغطى بتوب، ضرب العود، فهمت كلامي؟ يا اخي كان ده قاعد العواليق يا اخي، ولا خجلانين منا. شوف ده اخونا ده جاب لك من الاذاعه، دي من الاذاعه، فهمت كلامي؟ قال العود قدامه وما فرش فوق له التوب، بعد شويه ضربه، قال لا بخيته، بتكلم مع عود؟ في عود اسمه بخيته؟ من الله خلقك لاقاك عود اسمه بخيته انت؟ بخيته، قال له بخيته ثلاثه مرات. قال فقامت قالت نعم سيدي، قامت على حيله. يا ناس هسه كده انت كزول عاقل، لو انت واقف جنب شيخ وقال للعود قوم يا بخيته وبخيته قامت، انت بترجع بخيته دي تاني؟ انت كان رجيت تكون ما عاقل ذاتك انت. قال فاخذتها بيدي، الحوار عامل فيها ما خايف منها، ساقه. قال فعاشت عندها يعني عمرته زمانا ثم توفيت. دي العقيده بتاعت البرع، طوالي الف البيت بتاع الشعر. قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم، وتت الفلاتي القلب العود مفهوم. الصوفية بيرقصوا في القصيدة دي، ودي العقيدة بتاعت البرعي. وبعد ده واحد يجي يقول لك البرعي من أولياء الله الصالحين وما تتكلموا فيه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده ما يهون الأولياء، احنا بنعرفهم، وما تقول أمة في الأمة أولياء ما في. شايف واحد يجي يقول لك شايف؟ بس ده الكلام اللي احنا خايفين منه من قبل. يقول لك قالوا ما في اولياء، تخيل، منو اللي قال لك؟ احنا قلنا اولياء ما في، اولياء في الامه دي، في اولياء في صالحين الى يوم الدين ما بينقطعوا، لو بقى اولياء لله ما في معناه القيامه قامت، انت ما عارف المعلومه دي؟ لو بقى اولياء ما في كفار بس، النبي عليه الصلاه والسلام قال لن تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله. شوف اول ما تنقطع كلمة التوحيد من الأرض القيامة قامت، بعد ده خلاص انتهى الموضوع، فهمت؟ لأنه تأتي ريح قبل يوم القيامة، بتجي ريح طيبة فتأخذ كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كلهم بيموتوا. قال فتقوم الساعة على شرار الخلق، أصل المجرمين ديل لو بيجوا قاعدين براهم الساعة بتقوم عليهم طوالي، عشان كده تعرف معاي المعلومة دي. شوف البرعي ما بيمثل ولي صالح ولا غيرهم، ولو كان ولي صالح قول صالح عديل، مكتوب عليه في جبهته انه صالح، قول صالح،
ما بجوز تدعوه مع الله تبارك وتعالى، ما بجوز حتى ولو كان صالحا، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. أقعد سامع هذا أشتغل بهم، زول هيني بيجي داخل مافيا، أتأكد من المعلومة دي، هيني بيجي داخل مافيا، خليه كورك من برا، بيجي بيجاي قال بجوز تدعو غير الله، وإذا انفلتت دابة أحدكم، جاب لي حديث ملفق، إذا انفلتت افلت مخك، أنت ما بتفهم؟ إذا انفلتت دابة أحدكم قال فليقل يا عباد الله احبسوا، أتحداك تعال اثبت إنه ده قاله النبي، أنت بتلعب علينا ولا شنو؟ والقرآن واضح، ربنا يقول لك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، تجي تقول لي كان انفلتت الدابة تقعد تنادي أوك يا الأولياء تلحقونا، وطيب القرآن ده معناه غلط؟ إذا كان ده حديث معناه بعرض القرآن، هل معقول النبي صلى الله عليه وسلم بعرض القرآن يقول كلام عرض القرآن؟ ده بفهم بسيط كده بس، بفهم بسيط، ده ما حديث. ولو داير من ناحية الإسناد جيب أبوك الشيخ العلمك ذاته، نحن نوري له من ناحية إسناد ذاته، الحديث ده رواه منه أنت بتعرفه؟ أصلا أتحداك تعال رواه منه. إذا انفلتت دابة أحدكم يا ود ويا منفلت، أنت عارف الحديث ده رواه منه؟ أدل بكورك برا بجانا سامعه، إذا انفلتت قال انفلتت رواه منه؟ أتحداك أنت ذاتك ما عارفه، أنا بوريك رواه منه ووريك باطل ليه. أول حاجة رواه الحاكم الحديث ده، فهمت؟ ورواه الطبراني من رواية ابن مسعود، والحديث ضعيف لأنه العلماء قالوا في الإسناد بتاعه في رجل اسمه معروف ابن حسان، والعلماء قالوا معروف غير معروف، ده زول تالف كذاب، الحديث ده ما عنده كرعين يوقف عنه، ده ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ ده حديث ملفق من ناحية إسناد ملفق، من ناحية المعنى بتاعه باطل، لأنه نحن عند الشدايد بننادي منه؟ بتنادي الله ولا بتقول يا عباد الله؟ تقول يا عباد الله؟ تبقى كافر بالله، كافر تربيع، تقول يا عباد الله تبقى كافر، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية دي معقول نحن نجي نعارضها بحديثك الضعيف ده؟ حديث ضعيف ما ثابت، وما ممكن كلام النبي يختلف مع القرآن أبدا، ما بيختلف معه، لكن التصوفي مسكين ما عارف حاجة. نلتقي يوم الأربعاء إن شاء الله، السبت إن شاء الله، السبت إن شاء الله، السبت الأربعاء إن شاء الله.